تعليق على الموضوع، ينضم الينا عبر الهاتف من غزه رئيس الهيئه الدوليه للحقوق والتنميه الدكتور رائد ابو داير. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. يعني قصف على مواقع شرقي مدينه غزه وحملات كبيره، حملات دهم بمحافظه رام الله والبيره. هذا التصعيد كيف يقرا من قبل الاحتلال الصهيوني؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التصعيد يقرا محاوله الاحتلال الاسرائيلي تصدير المتى الداخليه، خاصه انه مقبل على اجواء انتخابيه خلال الثلاث اشهر القادمه، وبالتالي يريد ان يصعد في الداخل في غزه والضفه على وجه الخصوص من اجل ان يحصد او يضمن نتنياهو ان يحوز على فرصه حكم اخرى. وبالتالي ما نشهده اليوم هو محاوله بائسه من الاحتلال الاسرائيلي لتصدير ازمته الداخليه عبر تصعيد من اجل المكاسب الانتخابيه البحته. نعم. يعني هل تعتقد عملية حد السيف التي أعلن عنها المتحدث باسم القسام كانت سبب وراء هذا الانتقام؟ هذا في إطار، يعني أنت تعلم أن العلاقة بين الاحتلال والمقاومة هي علاقة صراع ميدان وصراع أجنحة، ويوم أمس كتاب القسام فاجأت الاحتلال الإسرائيلي أنها امتلكت كل ما يتعلق بمحاولة الاحتلال اختراق غزة و القيام بمهمة استراتيجية في قطاع غزة، وهذا يربك المنظومة الأمنية الإسرائيلية وكذلك يربك المستوى السياسي الإسرائيلي. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ربما أراد في جولة تصعيدية يوم أمس أن يقول للمقاومة أنه سيكون هنالك تصعيد إذا استمرت المقاومة بهذا النهج، ولكن المقاومة في اليوم هي تلتزم في إطار العمل القانوني الذي يحميها في ضمن الاتفاقيات الدوليه والقانون الدولي الانساني. وبالتالي اليوم المقاومه تتفوق على الاحتلال الاسرائيلي من حيث قوه الميدان وصراع الاجنحه في الحرب المفتوحه بين الاحتلال وفصائل المقاومه الفلسطينيه. نعم. يعني استاذ دكتور رائد، زياره بومبيو الى المنطقه، الى اي مدى يمكن ربط هذه الزياره مع التصعيد الصهيوني؟ يعني تعرف انت الاداره الامريكيه هي حليف استراتيجي للكيان، وهي مساند دائما للكيان في قراراته الباطله والاجراميه، وكذلك هي تعطي الغطاء القانوني والشرعي للاعمال الاجراميه التي تخالف كل الاعراف القوانين الدوليه. وبالتالي نحن نرى ان زياره بومبيو وغيره من المسؤولين الامريكيين تاتي في اطار كيفيه الضغط من اجل اتمام صفقه القرن ومن اجل التسويه ومن اجل تطوير ادوات التطبيع مع العمق العربي والإسلامي. نعم. الزيارات المتتاليه للنظام المصري للقطاع، برايك هل الحركه ستتحلى بضبط النفس تجاه التصعيد الصهيوني؟ طبعا فصائل المقاومه الفلسطينيه هي تمارس الضغط الميداني وتمارس الضغط النفسي، ولكن وفق ما تقتضيها المصلحه العليا ل الشعب الفلسطيني. والمقاومه وقتما تعتقد ان هنالك رد يترد، ولدينا في التجارب السابقه خير دليل، لذلك المقاومه لم ترد التصعيد لانها تدرك ان التصعيد هو سيخدم الفرقاء الاسرائيليين في العمليه الجديده. نعم. الدكتور رائد ابو داير رئيس الهيئه الدوليه للحقوق والتنميه كنت معنا عبر الهاتف من غزه، شكرا جزيلا لك.